لك ممكن تلاقي كميه زي دي النهارده، الكميات اللي موجوده. لا لا، اخد كميات اللي انا عاوزها، ما حدش يقول لي حاجه، كل حاجه اللي انت عاوزها. حتى لو وصلت ان انا اخد اكتر من احتياجي ليا، راجل راجل معارف يعني، اللي ما بيقدرش يجيبها يعني. انا عمر الحبيب نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المجهود وبدعا المحتكرين في المواد الغذائيه، ونشكره دائما وربنا يحميه ويخليه لنا على القضاء على الاحتكار في المواد الغذائيه وفي كافه الاصناف. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمته مع الناس الغلابه، بدل ما بيجيب كل بطاطس ب 15 جنيه بيدينا 4 كيلو 4 3 كيلو ونص ب 20 جنيه. وربنا يوفق كده يا رب في التقدم الدائم لرجاله الشرطه ورجاله الجيش. فليحيى السيسي، فليحيى الجيش والشرطه.